السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كذلك فيديو جديدة اللي وعدتكم بها. اليوم غادي نشارك معكم كيف ما كتشوفوا الطرز بالإبرة الشرقية اللي خرج دابا موديل ديال 2025 إن شاء الله يا ربي لرمضان أو جلابة العيد. فهذا هو اللي خرج هذا العام، هذا الموديل لهذا العام، وكاينه مفاجاه في الاخر ديال الفيديو. دائما كما قلت لكم انا وليت كنجيب لكم حتى النماري ديالهم، فراه هما الناس اللي كيبغيوها يعني واجده. تقدروا تتصلوا بهذا الرقم اللي كتشوفوا اولا تدخلوا عندهم الانستغرام. كذلك كاين التوابات يعني كيتباعوا للناس اللي بغاو غير يتوب ويخيطوا على يدهم. في الاخر ديال الفيديو غتلقاو الرقم ديال السيد اللي كيصيفطهم. التوابات كيجيو مطروزين الالوان واللون اللي بغيتي واللي شهالك قلبك غادي تلقايه. وعاد تلقاي النمره ديال السيد اللي كيصيفطهم فقط 350 درهم. كيجيك الثوب ديال الكريب كوريا اللي قلت لك نوعيه ممتازه، يعني ماشي الكريب العادي. فاش تبغي تخيطيهم فتقدري ديري لهم غير خياطه، يعني سهله ديري غير مثلا سليته ديال الرنده او سليته ديال البرشمان، راها كتجي روعه وكتجي كثر حسن حتى من العقيدات اللي درتي مثلا الرنده. غير سليته راه ما كتقمش عليك غاليه الا شريتي الثوب كما قلت لك مطروز، ما يتقامش عليك غالي، حسن ما انك عاد ترزيه اولا تعطي الخياطه ترزيه. انا بيدي الا جبرته مطروز غادي نفتش، الا جبرت هنا مثلا الا جبرته مطروز غادي نشريه مطروز ناضي، فقط غادي ندفعو غير بالرنده، ندير له سليته بالرنده او بالبرشمان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه الملاقيه بالكروشي، شوفوا اللوينات وشوفوا القميصات، شوفوا كيفاش كتجي الخياطه البنات هماويه صراحه، كتجي متقونه كيما قلت لكم زوينه بزاف. ومن الاحسن دابا يعني الناس دابا اللي كيخيطوا جلالب الاحسن تدفعوها بكري، ما تستناوش حتى الاخر لان الخياطه كيكونوا عامرين. فدابا استفدي من الوقت اللي كاين دابا ان شاء الله يا ربي، ديما ان شاء الله استفدي من الوقت ودفعيها بكري توجد لك بكري، وكيف ما باش توجد لك كيف ما شهيتيها وما يطرالكش فيها شي ديفو. انتما كيف ما كتشوفوا الكريب راه النوعيه ديما شريو النوعيه المزيانه. هادو اللوينات كاملين مخدومين بالقميص ديال التليجه، الالوان زوينه تقدروا تخدموها البنات هاد الالوان حتى بالمليفه. المليفه راه غتجي زوينه حيت غيكون شويه الجو بارد، وفقط اللي درتوها بالقميص راه حتى هي كتجي شويه القميص كيدرق عليها كتجي زوينه بزاف. اللوينات كيشهيو فيها ومبينين جلابه. هنا تقدروا السبنيه البنات اللي كيدير الشيلان او سبنيه من الافضل خدوها لون واحد حيت كيكون الزواق بزاف، فمن الافضل تاخدي لون واحد بحال هذه. تقدري ديري لها البلو مارين غيجيها كيحمق او داك اللون اللي فيها ديال الذهبي. كذلك معنا هاد الجليليبه هذه اللي كتشوفوا في القهيوي، فهي مطروزه بالكرونه، هذا الكرونه درت معها الصنداله الغوز حيت مع الضوء بعض المرات ما كيبانش الكولور مزيان، خدمتها بالعقيدات نص طوق كتجي زوينه البنات. هانتوما شفتوا كاينين الزواقات اشكال وانواع. كذلك اللوين الكحل البنات هذا تقدروا ديروا له شال فداك الفيغ الفيغو ولا فداك الاورانج حتى هو غيجي باين. انا كما قلت لكم الالوان سامبل ملي كتكون جلابه مزوقه راه كيبينوا الجلابه صراحه الطوب. هنا راه تقدري ديري الساك حتى هو في الكحل، ولكن السبنيه ديريها في داك الفيغو عرفتوا الجلابه غتبان حيت غادي يفتح هذاك الشاط. كاينه هاد الزواقه هذه كيف ما كتشوفوا حتى هي مع الفيغ او البيستاج مع الغوز حتى هي زوينه مخدومه دي بالعقيده البنات. الخياطه راه كيف ما كتشوفوا طايحين الكتاف مخزانيه كتجي واسعه شويه. كاينه هذه بالاورانج الزواقه فقط اللي مبدله، انا مخليه لكم النمره البنات، واللي بغى شي حاجه مثلا او شي سؤال يدخل عندي الانستغرام اسرار نيت ان شاء الله، واشترك تما في القناه ان شاء الله نبقى ننزل لكم تم بكل التفاصيل وتقدروا تهضروا معايا تم او لا تسولوني ان شاء الله يا ربي.
اللي كيشوف القناه اول مره ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. فقط انا فانس كيعجبوني جليلبات كما كنتوما كتقلبوا حتى انا بيدي كنقلب على كل عام ان شاء الله يا ربي كنقلب على شي جلابه اللي كيعشقها لي قلبي وكنخيطها على ذوقي. فقط كنشوف الشكيلات وكنختار شكيل من هاد الشكيلات كنختار كذلك الثوب وكنمشي ندفعها للخياط. شوفوا هاد الفيخ البنات كيفاش جا مع القهيوي، صراحه جات فنه. كاين دابا اللي كيلبسها الاكثريه في العيد مع الطالون ما كيلبسش صنداله ارضيه، جات زوينه وسابل خصوصا كما قلت لكم الناس اللي كيديروا الشيلان يديروا لها الشال في هذاك اللون ديال الخياطه ديال هذيك الطرزه اللي كاينه فيه، فراه تبان واعره. كذلك كاين هاد الغوزة البنات اللي تخدم بالخضر ونفس اللون ديال الجلابة، مخدوم بالبرشمان كيف ما كتشوفوا، نص طوق نتوما شوفوا خياطات البرشمان كما قلت لكم راه كتجي روعة. وحتى الرندة البنات السليته ديال الرندة راه تجي فنة في هاد الجلابة، صراحة تجي زوينة. جات الخياطة سامبل زوينة، اختار درت لصني ديالها في البيض خرجت من الالوان ديالها. تقدروا ديروا لاصاك في البيض ولا النحاسي جو كوا وديروا ليه الساك حتى هو في نفس اللون مع الصنداله وديروا السبنيه في نفس اللون ديال الطرزه. هذه درت لها الكري، تقدروا ديروا مثلا حيت هي مخيطه بالكري والبلو ماغين فدير تصويك في اللون الصنداله، وتقدروا ديروا بالنسبه للشال ديروه في البلو ماغين. انا بيدي هاد العام كنقول يا اما الزرق، حتى على الزرق عجبني في الشويبي ماشي زرق. حتى هادي كذلك جات زوينه البنات بزاف. كنتمنى الدعم ديالكم الفيديوهات هكا باش نبقى ننزل لكم فيديوهات بزاف ان شاء الله حتى تلقاو اللي عجبكم. فما تنساوش كلمه طيبه في التعليقات البنات، ما تدوزوش ما تخليوش تقليب، خليو شي قليب. بالنسبه اللي وصل كيقلب على التواب هما هادو اللي قلت لكم دابا راه كيخرجوا مطروزين، فقط بلا ما تعي راسك كتمشي دوموندي على التواب اولا عند مول التوابات دابا تسولي راه غتلقاي التوب مطروز جا مطروز بالابره الشرقيه. فقط كتاخدي اللوين اللي عجبك وكتطبقي عليه الخياطه اللي عجبك. راه كما قلت لكم الخياطه دابا ما كتحتاجيش الترزيق لانك كتشريه مطروز، فقط كديري يا اما سليته ديال الرنطه او كتخيطيه بالبرشمان اولا الملاقيه ديال الكروشيه، راه كيجي روعه وكيجي زوين وفي نفس الوقت ما يتقمش عليك غاليه البنات.